معركة مهاكس. في 29 من أغسطس لعام 1526 اصطف الجيشان، وبعد أن أما السلطان سليمان بالجيش صلاة الظهر امتطى السلطان سليمان حصانه وبدأ يتجول بين الصفوف وخطب خطابا عظيما للجند، حثهم فيه على القتال والسعي لطلب الشهادة، وقال لهم: والله كأني أرى روح سيدنا محمد تنظر إلينا. وفي مصادر تاريخية أخرى قال لهم أن سيدنا محمد جاءه بالمنام وبشره بالنصر العظيم، وعندها ارتفعت معنويات الجند العثماني وهم يشاهدون حاكم العالم وقد لبس ترسه وحسامه بيده وهو أول جندي في هذه المعركة، فارتفعت معنوياتهم وبدأ 100,000 جندي يكبرون الله أكبر الله أكبر تكبيرات رجت الأرض تحت أقدام لايش وجنوده. تكبيرات وصلت عنان السماء وامتزجت بأشعة الشمس وعادت إلى الأرض إلى قلوب الأبطال الأشاوس، الله أكبر يصدح بها 100,000 عابد ومجاهد. ما أجمل هذا، ما أروع الجهاد في سبيل الله، ما أجمل أن تكون قلوب الرجال أقوى من أيديهم وزنودهم، ما أروع هذه المعنويات. الله أكبر ما بقيت السماء والأرض، الله أكبر ولو كره الكافرون، الله أكبر من كل شيء في هذا الوجود، الله أكبر وأعظم وأجل وأعز وأعلى من كل ما يخطر بالبال أو يتصوره الخيال. صدح بها الجنود البواسل في وادي مهاكس، أمر لايش فرسان المجر فقط من الجيش المجري الهجوم بشكل كبير وكاسح، وكان الفرسان المجريون مشهورين ببسالتهم وحرفيتهم بالقتال. السلطان سليمان وضع ليلة الحرب مع كبار قادته وعلى رأسهم الصدر الأعظم إبراهيم باشا، وضعوا خطة محكمة، وهي أن يكون في مقدمة الجيش العثماني في الأمام الجنود الإنكشاريون وهم القوات الخاصة، والإنكشاريون هم القوة الضاربة في الجيش العثماني، وضعوهم بالأمام. أما باقي الجيش وهم الأعداد الضخمة على الجناحين، والجناحين لا يشتركون بالمعركة إلا عندما تأتيهم الأوامر بشكل مباشر من إبراهيم باشا. وصل فرسان الدرك المجريين على خيولهم إلى ميدان المعركة واشتبكوا اشتباكا عنيفا مع الانكشاريين، ودارت معركة كبيرة لكنها لم تدم طويلا، لأن الأوامر وصلت لقائد الجيش الانكشاري من إبراهيم باشا الانسحاب رويدا رويدا من المعركة والتراجع إلى الخلف. وهذا كان ضمن الخطة المرسومة، فاعتقد الملك لايوش أن الجيش العثماني انهزم وأمر كل الجيوش الصليبية الدخول إلى أرض المعركة والمشاركة بالقتال، ولا زال الانكشاريون ينسحبون موهمين الأعداء أنهم انهزموا. وعند وصول الملك لايوش وكل الجيوش إلى ميدان المعركة شاهدوا موتهم بأعينهم. ثلاثمائة مدفع عثمانيين بانتظارهم، وشاهدوا فوهات بنادق بعدد النجوم والحصى موجهة إلى صدورهم، شاهدوا أن ما أعد لهم في ميدان المعركة هي قبور لن تكفي لجثثهم، وعرف الملك لايوش أن قطع رأس رسول السلطان سليمان نتائجه قطع رؤوس آلاف الرجال.
بعد أن تأكد إبراهيم باشا انسحاب آخر جند من الإنكشاريين، أمر قائد المدفعية ببدء قصف مكثف على جيوش الأعداء. وأمر البنادق بإطلاق النار، وعندما أصدر لايوس الأوامر للجيوش بالانسحاب كان قد تأخر، إذ أن الأوامر صدرت للجيش العثماني من الجناحين الدخول إلى المعركة، فكانت النتائج كارثية على جيوش التآلف الصليبي، وكان نصرا عظيما لسليمان القانوني وجنوده. حاول لايوس الهروب من ميدان المعركة ومعه 7 أساقفة، لكنهم غرقوا كلهم في إحدى المستنقعات القريبة، تماما كما حصل مع الكثير من جنود التحالف الذين هربوا من نيران المدافع العثمانية ليسخر الله المستنقعات في السهل جنودا مع سليمان. 1.5 ساعة كانت كفيلة بإعلان النصر الكبير لسليمان القانوني على أوروبا. 1.5 ساعة فقط من الثبات أدت إلى أعظم نصر وأكبر هزيمة في تاريخ أوروبا. ملحمة موهاكس، هذه المعركة التي سحق فيها الجيش العثماني جيوش تحالف 8 دول كبرى في ذلك الزمان. ملحمة موهاكس أخضعت أوروبا لحكم الباب العالي في إسطنبول، ولم يعد أحد في العالم قادر على مجابهة العثمانيين. وباتت أوامر سليمان العظيم سلطان البرين والبحرين تطبق على أوروبا قبل أن تطبق بحاضرة الدولة العثمانية. موهاج أو موهاتس أو موهاكس علامة مشرقة في تاريخنا الإسلامي ونكسة عظيمة في تاريخ أوروبا. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.